إيه جاد؟ سألتك قبل هيك عن تغيير شخصيتك، ما حكيت لي إشي عن هذا الأمر. أعتقد لما تتعلم لغة غالباً شخصيتك بتتغير. لاحظت هذا على طلابي، يعني بيكونوا مختلفين شوي لما بيحكوا إنجليزي عن لما يحكوا ياباني. مش عارف هل الشي بيتعلق باللغة ولا بالثقافة، بس أنت بتتكلمي أكثر من لغة صح؟ إيه صحيح. طيب هل تعتقدي أنه شخصيتك مختلفة لما تحكي في إحدى اللغات اللي بتحكيها؟ سؤال حلو، لسه بفكر فيه الآن. أعتقد بالنسبة إلي الأمر بيتعلق أكثر بالثقافة، لأنه لما أكون في مكان وبيطلب إني أكون منفتحة أكثر، فبحاول إني أتأقلم مع الأمر. أها صحيح، يعني بحاول أكون مرحة منفتحة أكثر، اجتماعية أو ودية أكثر، ولكن لما بكون في مكان بيتطلب أكون هادية أكثر، يعني فبكون هادية فعلا. يعني ما بعرف، بس فعلا سؤال حلو. طيب بتعتقدي أنه في شيء اللغة ممكن يخليها لغة منفتحة أو أنه لغة انطوائية أكثر؟ يعني خذي مثلا الإيطاليين، ممكن يكون هالشيء نمطي عندهم، بس أعتقد أنه الإيطاليين منفتحين جدا وأنه اللغة الإيطالية بتساعدهم على هيك انفتاح. صحيح صحيح، سؤال حلو، لأنه عم حاول فكر بالثقافة واللغة بشكل عام، وكان في نقاش عن أنه الثقافة واللغة متداخلات في بعضهم، يعني هل الثقافة أجت أول ولا اللغة هي اللي أنتجت الثقافة؟ ما بعرف، فعلا ما بعرف، لكن حابة أقرأ أبحاث عن الأمر وأكتشف الإجابة. يعني لاحظت لما سافرت على آسيا لدول زي اليابان كوريا، الناس بنحسهم انطوائيين واللغة كمان منطوية، عشان هيك بسأل إذا اللغة، أو زي ما بتقولي، مين اللي كان موجود أول، اللغة ولا الثقافة؟ وممكن أضيف على كلامك أنه لما طلاب أسيويين يتحدثوا اللغة الإنجليزية بحس أنهم منفتحين أكثر واثقين أكثر. فعلا بيكون يعني أكثر لطافة ومنفتحين في الحديث عن أنفسهم وحياتهم، لكن لما تحكي معهم بلغتهم بيصير كأنهم بيرجعوا تاني لثقافتهم وعاداتهم، فبيكونوا أقل انفتاح. فعلا صحيح الكلام. أعتقد في شيء مهم هنا في النقطة هاي، واعتقد انه الثقافة هنا في الدول الآسيوية بيكون الناس عندهم اقل قابلية للحديث عن حياتهم بالمقارنة مع الدول الغربية واوروبا، اللي بحس عندهم رغبة والحاح على الحديث عن هيك امور. ايه فعلا شيء صحيح. طيب هالشي في بلاد مثل الصين اليابان كوريا بيكون الناس منطويين اكثر واقل انفتاح في مواضيع مثل هيك. ولما نحاول نقارن هيك أمور مع بلاد مثل أفريقيا اللي كان عندهم الاستعمار البريطاني، أصبحنا منصير منفتحين نوعا ما. ففعلا بيخطر على بالي سؤال، هل كنا قبل الاستعمار أقل انفتاح وانطوائيين أكثر من هيك؟ يعني خصوصا أنه عنا أمور ثقافية كتير متشابهة مع الثقافات الأسيوية، ويعني حاليا كوني بتحدث اللغة الإنجليزية وبعبر عن نفسي وأفكاري بهيك لغة وبطريقة غربية أكتر، بيخلي عندي القدرة على التعبير أكتر، والناس فعلا بتقدر هيك شيء. فعلا أمر صحيح جدا. حقيقة هذا الموضوع كتير شيق وممتع. الناس غالبا بيحكوا عن البريطانيين إنهم انطوائيين، إنهم منغلقين وباردين مقارنة مع الشعب الأمريكي اللي بيحكي تقريباً نفس اللغة، خصوصاً أنه الناس بتعتقد أنه الأمريكيين واللي بيعيشوا بشمال أمريكا بالذات منفتحين زيادة عن اللزوم. فعلاً هالشي صحيح. أعتقد مثل ما حكيت أنه الأمر له علاقة بالثقافة أكثر منه باللغة. يعني ربما وصلنا لحل لهيك أمر، أعتقد صح؟ أيوه يعني متفقين، لقيناها، الثقافة مؤثرة أكثر من اللغة فعلا.